أهمية الحملة تجي في هذه الأوقات العصيبة التي مر منها المغرب وباقي دول العالم اللي هي مرحلة تفشي وباء كورونا. فالجمعية تاعنا ارتأت أنها تقوم بهذه العملية يعني تضامنا مع كل العاملين في محاربة هذا الوباء، خاصة رجال السلطة المحلية ورجال الأمن ورجال النظافة والأطباء والممرضين، وما ننسوش كذلك يعني الصيادله والمساعدين التقنيين في الصيدليات اللي حتى هما يعني في الواجهه وتيقوموا بواحد الادوار طلائعيه لمحاربه هذا الداء. نمشيو عند كل يعني رجال السلطه المحليه ورجال الامن باش نعطيهم هذه المستلزمات الطبيه اللي هي لوجيل هيدرو الكوليك ولي بافيت ولي غون، حمايه لهم من يعني المخاطر اللي تتعرضوا لها. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.